بشرف شرف عظيم لقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وعبرت للرئيس باسم منتدى الدول المصدرة للغاز عن شكرنا وامتناننا وتقديرنا للجزائر لاستضافتها القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات كما قدمت للرئيس عرضا عن زيارتي للجزائر وعن التحضيرات للقمه والحمد لله هذه التحضيرات متقدمه جدا. وكذلك قدمت للرئيس عرضا عن نشاطات المنتدى وكذلك عن المعهد البحوث للغاز والذي مقره هنا في الجزائر. وعبرت عن شكري للرئيس على استضافة الجزائر هذا المعهد وتطرقنا كذلك بالحديث عن أحوال السوق سوق الطاقوي وسوق الغاز الطبيعي بالخصوص وكذلك الدور المهم للغاز الطبيعي في التنمية المستدامة والأمن الطاقة وكذلك انتقالية طاقوية وتفضل الرئيس بنصائح وتوجيهات لكي القمة تكون ناجحة ومفيدة وكذلك نصائح لتدعيم المنتدى ونجاحه كذلك لفائدة كل البلدان